السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. أسماء بنت مخربة، أسماء بنت مخربة، تعرف هذه أم من يصير ولدها؟ إنها أم أبي جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة، أمه أسماء بنت مخربة رضي الله عنها. طبعا اختلف أهل التراجم والسير في إسلامها، منهم من قال أنها ماتت على الكفر، ومنهم من قال أنها أسلمت وهاجرت، ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وقال: وهذا أثبت، يعني خبر إسلامها أثبت. قدم هشام بن المغيرة وهو والد أبو جهل، والد أبي جهل، هشام بن المغيرة ذهب إلى نجران فرأى هذه المرأة فأعجب بها وتزوجها وجاء بها إلى مكة وأنجبت له ولدين، أنجبت له أبا جهل والحارث، ثم مات عنها وتزوجها بعد ذلك عبد الله بن أبي ربيعة وأنجبت منه عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل رضي الله عنه. طبعا عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قصة عجيبة، يعني ذهب أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وقد هاجر للمدينة، فاحتال عليه وأخذاه بالحيلة إلى مكة. قصة طويلة، من أرادها يرجع إليها في قناتي الآن، أول ما تغلق السنابة هذه ترجع على القناة وتفتح على عياش بن أبي ربيعة حتى يعني تكتمل لك الصورة كاملة، عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه. نرجع إلى أسماء بنت مخربة، ذكر الحافظ ابن حجر لها قصة في المدينة، يقول أن ابنه عياش كان يذهب لليمن ويرسل لها بأطياب، يعني عطور، فكانت تبيع على النساء، يعني مثل الحريم اللي يبيعون اليوم، يعني البخور يبيعون كذا، والحريم دحين يبيعون كل شيء على الانستغرام وكذا، لكن من أول كان بس طيب، فكانت هي تبيع الطيب على نساء الأنصار، وكان ذلك في زمان عمر رضي الله عنه، فكانت تبيعهم على الأعطية، يعني تبيعهم بالدين. كان عمر رضي الله عنه يفرض أعطية لجميع المسلمين، رجال ونساء صغار وكبار، كل واحد له فرض من بيت مال المسلمين، يعطي أعطية في السنة، فهذه تستغل المسألة هذه وتبيعهم بالدين، تدينهم على الأعطية. ففي يوم من الأيام وهي يعني جات بضاعة جديدة واجتمع نساء الأنصار حولها، وكان من بين النسوة الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وعن أبيها. الربيع بنت معوذ، معوذ أبوها ومعاذ عمها، معاذ ومعوذ هما اللذان قتلا أبا جهل يوم بدر، وقصة يعني قتلهم لأبي جهل مشهورة ومعروفة. فكانت من بين الحريم وجالسة، فقالت تبي تشتري يعني، فقالت لها: أنت يا الربيع؟ أي، قالت: نعم. قالت: بنت معوذ؟ قالت: نعم. قالت: بنت قاتل سيده، يعني تعني أن أبوك قتل أبا جهل وأبو جهل سيده، لأن ولدها ويعني كذا شايفت أنها يعني. فقالت لها: لا، بل أنا ابنة قاتل عبده، يعني ولدك عبد. المهم كان تقبع بين الحريم. فقالت لها: حرام علي أن أبيعك من طيبي. فردت عليها الربيع وقالت: وأنا حرام علي أن أشتري من هذا الطيب، والله ما وجدت منه ريحا طيبة. تقول الربيع بعد ذلك رضي الله عنها، تقول: والله ما شممت أطيب من ذلك الطيب، ولكني غضبت. وكانت أسماء هذه تلقب بأم الجلاس. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بيتا من بيوت عبد الله عياش بن أبي ربيعة، فقالت أسماء: ألا توصيني يا رسول الله؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم الجلاس، أحبي لأخيك ما تحبين أن يأتي إليك. وجاءته بصبي كان عندهم مريض ليرقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرقيه وينفث عليه ويتفل عليه. فالصغير هذا لأنه يعني صغير فكان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم وينفث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهره بعض الحاضرين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: دعوه صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقنا وإياكم بركب الصالحين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.